إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لكن يبقى السؤال كم كلفت حملة هذه الانتخابات؟ هذه الانتخابات هي الأكثر انفاقا على الإطلاق وتم الانفاق فيها قرابة ال 11 مليار دولار مقارنة ب 8.5 مليارات دولار في عام 2020 من هذه ال 11 مليار دولار 2.2 مليار دولار فقط في آخر أسبوعين. فيوتشر فورورد بي أي سي أنفقت قرابة ال 170 مليون دولار منها 106 ملايين دولار في ولاية فيلادلفيا، لكن تماما مثل عام 2020 فكان الحزب الديمقراطي هو الاكثر انفاقا على هذه الانتخابات الرئاسيه، لكن الفرق انها لم تكن فلوريدا هي من تلقت اكبر مبلغ من المال، لكن ايضا لا ننسى التضخم من دورا كبيرا في هذا الفرق بين انتخابات عام 2020 وانتخابات عام 2024 وعلى مدار 60 يوما ماضيه بنسلفانيا وهي الولايه الحاسمه في هذه الانتخابات تلقت 264 مليون دولار خلال 60 يومًا الماضي خلال انتخابات عام 2024